الاولمبيكس بالنسبه لنا يعني حلم، وانا كان نفسي بجد يعني الاولمبيكس دي ان انا اسافرها، بس ما كانش في نصيب. فقعدت فتره يعني شويه محبطه، واللي هو مش عايزه العب، حاسه ان انا خلاص يعني الحاجه اللي انا كان نفسي فيها قوي انا مش رايحاها بالظبط. بعدين ماما ومروه واهلي كلهم طبعا قعدوا معايا، وخلاص يعني كل حاجه بتبقى مكتوبه من الاول للاخر. يعني انا بالظبط لو انا مكتوب لي ان انا اسافر هسافر، لو اي حاجه حصلت، لو مش مكتوب لي اسافر ان شاء الله، لو هركب الطياره مش هسافر. نعم بالله. فهو ما كانش ليا نصيب. ماما قالت لي اشتغلي على نفسك، كملي اشتغلي على نفسك كويس. صح صح، واثبتي نفسك، وان انا اسافر بطوله افريقيا، سواء مش بس بطوله افريقيا، يعني لو هلعب بطوله جمهوريه، لو هلعب مع النادي، اثبت ان انا اقدر ان انا اكسب وابقى موجوده. والحمد لله لحد ما سافرت بطوله افريقيا طبعا ماما بتشجعني، وبابا واخواتي وكلهم، حتى مروه، يعني مروه اختك توأمك، توأمي بجد، بتعيط في صوره هي بتعيط وبتخدمك. انتوا هي واحد على فكره، وانتوا نفس المستوى يعني ونفس كل حاجه. يعني الكاس ده بالنسبه لي هي كمان اخذته، صح، مش انا بس، مش عشان انتوا توأم كمان، بس عشان انتوا مجتهدين وبتتعبوا. بالظبط، هي بتتعب معانا يعني في التمرين، انا وهي بنتعب وبنساند بعض، فهي بالنسبه لي يعني المكسب واحد. انا عايز اقول لك ان انت بجد ما شاء الله ربنا، هذه الصوره اهي، يعني اختك التوأم مروه، وانتوا بتعيطوا وبتحضنوا بعض، يا اللحظه دي فيها معاني كتيره جدا. يعني اللحظه دي فيها معاني اخوه ومعاني زماله ومعاني نصر. يعني اظن كان عياط بقى، ما فيش كلمه، انتوا مش سابعين بعض. هي مروه كانت بتعيط اكتر الصراحه، انا كنت لسه نشوه النصر واخداكي. لا، وكمان كنت لسه مش مستوعبه قوي ان انا خلاص يعني بالظبط. هو انا يعني فعلا بطوله افريقيا خلصت، يعني بطوله بجد بالنسبه لي كبيره قوي، كان حلم، وان انا اخدها كان بالنسبه لي يعني خلي بالك مريم اللي بيبقى قاعد بره بيبقى مشدود اكتر من اللي بيلعب. بالظبط، انا شايفه مروه من اول جيم وان انا بلعب، هي قاعده في المدرجات شايفاها عينيها عايزه تعيط، لحد ما خلصت الماتش لقيتها انفجرت عياط بقى. طب خلصنا الدراما بقى والكلام ده، خش على الكوميدي بقى. ايه بعد ما خلصتي المباراه وطبعا مسكتي التليفون وكلمتي بابا وماما، قولي لي على المكالمه حصل فيها ايه، ولا انت ما كنتوش سابقين بعض اصلا؟ لا، وعايز اقول لحضرتك ان انا ما لحقتش اكلم بابا وماما، يعني خلصت الاول كان في تلفزيون هناك فروحت لهم. بعد كده كان عندي دوبينج فقعدت فيه. دوبينج تشيك اللي هو المنشطات، تحليل المنشطات. بالظبط، قعدت فيه حبه حلوين، وبعدين حتى لو حد عايز يوصل لماما من عندنا مش عارفين نوصل لها خالص، بيجي لها تليفونات وانا بيجي لي تليفونات. فكان طب يعني اول تليفون مع الاسره، مع الام، مع الاب، حصل ايه؟ احكي لي. هي بابا واخواتي بعتوا لي، انا لقيت الواتساب على طول، هم بعتين لي علشان هم مش عارفين يوصلوا لي. وبعدين كلمت ماما فلقيتها عماله تعيط، عياط بقى، واخويا بيعيط، كله عمال يعيط، مش كله عمال يعيط. هم مش يعني مصدقين، وقعدوا يقولوا انت بطله افريقيا للسيدات. فانا اللي هو يعني احنا كلنا لسه عمالين نستوعب اللقب. يعني تعيطي لما كده؟ انا قعدتي تعيطي وانت خلاص بقى حس صدقتي؟ يعني يقول لك انت بطله افريقيا يا مريم، انت بطله افريقيا، عيطتي ولا كنت لسه برضو؟ لا، كنت لسه بصراحه يعني بحاول استوعب. يعني قعدت كتير عشان استوعب ان انا الحمد لله كسبت.